أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله صلاة عيد الفطر السعيد التي أقيمت في مسجد الشيخ راشد بن سعيد في منطقة زعبيل بدبي صباح اليوم، وأدى الصلاة إلى جانب سموه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران رئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ محمد بن خليفة المكتوم رئيس دائرة الأراضي والأملاك في دبي وسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ حشر بن مكتوم المكتوم مدير دائرة أعلام دبي إلى جانب جمع من المسؤولين والمواطنين والمقيمين. وقد استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رعاه الله والمصلون إلى خطبة العيد التي ألقاها إمام وخطيب الصلاة فضيلة الشيخ الدكتور عمر محمد الخطيب الذي دعا الله تبارك وتعالى أن يحفظ دولتنا من الفتن ما ظهر ومنها وما بطن وأن يديم على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله موفور الصحة والسعادة وأن يوفقه ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لما فيه خير الوطن ورفعته وإسعاد مواطنيه. كما توجه الدكتور الخطيب بالدعاء إلى الخالق جل وعلا أن يرحم الشيخ زايد والشيخ راشد والشيخ مكتوم وشهداء الوطن الأبرار ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته. وتمحورت الخطبة حول خصلة الوفاء التي وصفها الخطيب بأرقى وأعظم القيم الإنسانية النبيلة عند العربي والمسلم، مشيرا إلى أن قمة الوفاء تكون للوالدين ثم الحاكم الذي هو في مقام الوالد لشعبه ثم الوفاء لشهداء الوطن الأبرار وكذا الوفاء بين الزوجين للحفاظ على سعادة الأسرة وتماسكها وحمايتها من التفكك وأخيرا الوفاء بالعهود والعقود التي هي أساس ضمان الحقوق وتعزيز الثقة بين أفراد المجتمع ونشر قيم التسامح والسلام والتعايش والوئام.